نعتز ونفتخر بخريجي الدورة الأولى لمعهد أتم إسماعيل لعام 2017. اليوم نرفد الحركة الثقافية الفنية بعدد لا يستهان به من خريجين هذا المعهد. طبعا لاحظنا وشاهدنا لوحات تمتاز بحرفية كبيرة من خلال مشاريع التخرج التي قام الطلاب بتقديمها في هذا المعرض. تدعم وزارة الثقافة كل هذه المعاهد التي تقوم باستقطاب عدد لا يستهان به من أبناء سوريا الأحبة، سوريا الصامدة في وجه الإرهاب. فنحن دائما منتصرين على الإرهاب سواء بالفكر والثقافة والفن. شخصية أدهم إسماعيل هو من الفنانين الراحلين من مواليد لواء اسكندرون، أثر بالحركة الفنية التشكيلية وله بصمات، وهو بيتميز بأسلوب متفرد فيه، والمركز تسمى باسمه بعام 68 تخليدا لذكرى. وبالنسبة لفعالية اليوم هي محطة لخريجين مركز أدهم إسماعيل. هن بدأوا مشوارهم من خلال الدراسة والتدريب بالمعهد سنتين، بهي المحطة أنهوا مرحلة التدريب لحتى ينطلقوا كفنانين لرفض الحركة الفنية التشكيلية بسوريا، ويساهموا بتقديم منتج فني، يساهموا بصناعة ثقافة، خلق جيل فني واعي مثقف، يوصلوا رسائلهم أو أهدافهم طموحاتهم من خلال اللوحة الفنية التشكيلية. مشروع التخرجي بيحكي هو عن أجواء البدو والبادية وعن الأصالة وعن كرم الضيافة اللي عندهم، والشيء اللي نحن بنفتخر فيه كعرب وكسوريين. الشيء اللي حبيت وصله بمشروع التخرج هو أنه رغم التطور الموجود ورغم الاندماج البدو والمدار، إلا أنه هم بعدهم محافظين على عاداتهم وتقاليدهم وعلى لهجتهم الحلوة القوية وعلى أزيائهم المميزة. فإن شاء الله أكون وصلت الفكرة. حبيت شارك بهالمعرض يجسد عمل بورتريه بأسلوب العصر الجديد. حبيت يعني جسد الواقع اللي نحن فيه، واقع المشتت. طلع اللوحة استمتع فيها رغم الفكرة المأساوية اللي فيها، بس الحمد لله يعني وصلت لهالمرحلة وقدرت شارك بهالمعرض العظيم بالنسبة إلي. والله هي أنا أول مرة بشارك بمعرض هيك لوحتين، لأنه تخرجي كان هلا وصلي سنتين بالمعهد، فتو كهواية أنا لأني كتير بحبهم. هي أول تجربة لي بشارك فيها بمعرض، والحمد لله كانت تجربة كتير حلوة، استفدت كتير من معهد أدهم إسماعيل، وإن شاء الله تشوفونا بمعارض جديدة يا رب.